أنت يا شعب ما لك مرجعه ولحزب نظيف تيقود الرعيه، أنت متروك للغبر بهواها تموت من العطش عاجر في مهي. أنت يا شعب ما لك مرجعي ولحزب نظيف تيقود الرعيه، أنت متروك للغبر بهواها تموت من العطش عاجر في مهي. دولي شغل تتوسع بناها وتبني قصور دروبا رخامه، وسيارات للعيل وضناها ورصيد بنوك وصفقة خارجه، وابن مسؤول بأوروبا تباها على أولادنا بعيشي هني. لهم القضية القتل فداها ولشايف جوع أيتام خطه، وسقط البشر صاروا بالوجاهة وإلهن بالزعام الأولوي، وأولاد الشرف ورجال النباهة يجوعوا يرتجوا نفوس الدني. أنت يا شعبنا الطالب رضاها وناطر من الدولة تبعت هدي، هدية توابيت الكامل قراها بسمن معزاي تعويض الضحي. آه روسي قال سوريا حماها وحجز ثروات بأرض الغني، ربع المعركة حسمة ونهاها ثلاث ارباع تركا للبلهي، نسي أن الفقر عشرة سعداها الفقر والجوع خي الداعشي. وإجت إيران بحجة علي وطاها نصلي سوا عنهج الإمامه، انفضح بازار وكشفنا مناها لعقت من جروح اللقم الشهي. يا ريت كان هالكذب بلاها ولا لبس العباي الفاطمي. أنت يا شعبنا وأنت يا شعبنا العل ودواها، لعل نضل بالفكر الغبي، أخوك بهالوطن حب بنزاها ولا تعاملوا بروح الطائفه. جبرتوا داعش ونصر بأزاها مثل ما انجبرنا بالأشبحي، إذا رضينا بحكومتنا وبلاها بيكون راضي من النصر الدهي. ما في أمي من التفرقة إجاها غير المزل وكسر المعنوي، وسوريا ما رح تسلم يداها إذا ما تشابك الأخوة سوي. وما في بهالكون بيرحمنا سواها، وما في بهالكون بيرحمنا سواها، جمعت شعبنا عقلب واحد ضد الفساد وضد العنجهيد.